طيب دلوقتي اول حاجة بنجيب الايه الكيس ال عند ايه عند النود دي يدي شغل على اي واحدة خلاص امسك اي واحدة فيهم واقول اللي داخل قد اللي خارج يعني ايه يعني ده تهاجن هو ادي الكرنت ده اي ون داخل جوه النود صح طيب اي 3 خارج واي 2 اللي هو ده هو بس ده كان ايه خارج المفروض اي 2 من هنا اهو هو ماشي كده صح يبقى اي 1 داخل والاتنين دول خارجين بس يبقى انا كده عملت الايه الكيس ال اي 1 ايكوال اي 2 بلس اي 3 اهو يبقى الاي 1 ايكوال اي 2 بلس اي 3 ده كده الايه الكيس ال. تاني حاجة بنيجي نمشي على ايه كل البطاريات العصاية الطويلة بوزيتيف والعصاية الصغيرة نيجاتيف العصاية الطويلة بوزيتيف والعصاية الصغيرة نيجاتيف. طب والريزيستنس دلوقتي الكرنت ماشي في الريزيستنس كده صح من الاتجاه ده اهو بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف فبالتالي احط هنا بوزيتيف واحط هنا نيجاتيف على حسب اتجاه الايه الكرنت. كرنت اي 2 ده ماشي كده اهو في الريزيستنس صح يبقى نعمل هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف تمام وادي الريزيستنس التالتة الكرنت ماشي ايه ماشي كده اهو صح يبقى ايه يبقى هو ماشي كده ماشي في الريزيستنس كده يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف تمام. طيب دلوقتي حدود كل اي من البقليلة للبقليلة يعني ايه حدود كل اي من البقليلة للبقليلة يعني لو عايز اقول فين اي 2 اي 2 بس ماشي من الاول هنا كده بص كل ده كل ده كده اي 2 اي حاجة هنا هو تبع الاي 2. طب لو بكمل اي 3 يبقى هتاخد الايه الخط ده من البقليلة للبقليلة اطلع من البقليلة ده اهي اروح للبقليلة دي هما دول ده كده اي 3. فلو عايز اي 1 من البقليلة للبقليلة اطلع من البقليلة دي لحد البقليلة دي او من دي اللي المهم يعني كل الخط ده كده على بعضه بتاع ايه اي 1 ده كده اي 1 وده اي 3 وده اي 2. هعمل الايه ابدا بقى باللوب هبدا باللوب اللي ايه اللي فوق يلف يا كلوك يا انت كلوك براحتي امسك اي نقطة ابدا منها تمام وارجع لها تاني خلاص ابدا يا سلام بس لو ابدا من البقليلتين يبقى انا كده يا دي يعني. طيب انا دلوقتي بلف همشي مع الايه مع البقليل مشيت كده لقيت قدامي ايه نيجاتيف نيجاتيف ايه 3 واي 3 يبقى انا الخط ده هكتب فيه كده اهو اكتب ايه نيجاتيف 3 اي 3. طيب بعدين ماشي اهو لقيت معايا بوزيتيف خلاص والبوزيتيف ديت معاها 2 اوم ومين اللي عدى معاها الاي 2 يبقى اكتب بوزيتيف 2 اي 2 يبقى ادي بوزيتيف 2 اي 2. طيب بعد كده لقيت نيجاتيف صح بتاعت البطارية البطارية دي بكام بخمسة فولت يبقى نيجاتيف 5 وبعد كده رجعت تاني خلاص يبقى انا كده خلصت يبقى اكتب بدل ما خلصت تقول ايكوال زيرو. طيب اللوب التاني هبدأ ايه من هنا خلاص. طيب انا من دلوقتي ايه همشي مع الايه مع اللوب ادي همشي كده وبعدين مشيت كده لقيت قدامي ايه لقيت قدامي نيجاتيف نيجاتيف دي بتاعت البطارية والبطارية بكام بستة يبقى اكتب نيجاتيف 6 فولت ادي نيجاتيف 6 فولت خلاص. وبعد كده مكمل لقيت قدامي ايه بوزيتيف 4 اوم واي 1 مش ده اللي عدى عليها اي 1 اللي عدى على الريزيستنس دي كان اي 1 صح يبقى بوزيتيف ايه 4 اي 1 يبقى بوزيتيف 4 اي 1 تمام. وبعد كده خلاص ايه مش كده ولقيت قدامي ايه ادي اي 3 وبعدين لقيت بوزيتيف والتلاتة اوم واي 3 يبقى اكتب بوزيتيف ايه 3 اي 3 بوزيتيف 3 اي 3 رجعت تاني للنقطة بتاعتي يبقى انا ايه خلاص كده خلصت يبقى اكتب ايكوال زيرو يبقى هما دول التلاتة اكويشن ايه بتوعي ارتبهم من حيث ان هما يبقوا مكتوبين اي 1 اي 2 اي 3 يعني دول هدخل الاتنين دول جوه بالماينس وهنا دول ارتبهم هنا مفيش مثلا اي 1 فهكتب 0 اي 1 وبعدين نكتب الاي 2 الاول وبعد كده الاي 3 وبعد كده الخمسة الرقم ده نطلعه بره نخلي الارقام بره
وهنا نفس الكلام، هكتب الاي 1 في الاول، مفيش اي 2، حط مكانها 0، وبعد كده اكتب الاي 3 والستة ده رقم، فايه يطلع بره، هوريك نكتبهم بس كده. يبقى هم دول التلاتة، ايه التلاتة ايكويشن بتوعي، ادي اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0، ده الكي سي ال. وبعدين مفيش اي 1 حطيت مكانه 0، وادي 2 اي 2، وادي نيجاتيف ايه 3 اي 3 ايكوال 5. وبعد كده التالتة ادي 4 اي 1 ما كانش فيه اي 2 فحطيت مكانها 0، و3 اي 3 ايكوال 6. ايه ندخل الارقام على الكالكوليتور نطلع الاجابة.